تدخل عسكري أجنبي في شمال أفريقيا بدءا من ليبيا، هذا إعلان القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أفريكوم. السنوات الخمس العجاف التي أمضتها ليبيا في البحث عن حل سياسي وهدوء أمني ستعقبها خمس لا تحمل في جعبتها إلا الخطط العسكرية بسلاح غربي ويد أمنية أكثر غلظة من اليد التي بطشت بأمن البلاد. قائد أفريكوم الجنرال دافيد رودريغيز قال في اجتماع له مع القائد العام لقوات المارينز الأمريكية إن الخطة تقوم على خمسة أهداف أساسية في فترة لا تقل عن خمس سنوات لتجميعهم في التنظيمات الإرهابية في أفريقيا وداعش على رأسها. جماعة بوكو حرام في نيجيريا وحركة الشباب في الصومال مدرجتان في الخطة، إلا أنهما ليستا أولوية، فهما لا تحتكمان على مصادر تمويلية كالتي باتت في قبضة داعش. لذا فالبدء بليبيا أولوية هذه الخطة وفق ما رشح عن اجتماع القائدين. اقتراب داعش من الهلال النفطي والتمكن من إتلاف العديد من خزاناته في الأيام الماضية وتمدد إرهابه إلى تونس غربا وأوروبا شمالا وتمركزه على الساحل الليبي مع مقدرته على حشد وتجنيد العديد في صفوفه التي تصل لنحو 4000 مسلح، كلها عناصر جعلت لدى الأفريكوم ليبيا أولوية. التدخل العسكري الذي كان مطروحا في الخفاء كان يرتقب توصل الأفرقاء لحل سياسي يسمح باستدعاء الحل العسكري، فحكومة التوافق لا يفصلها عن تسلم مهماتها إلا أيام لتؤدي مهمتها الجوهرية في طلب إنقاذ البلاد من داعش وفق ما يرى المراقبون. ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني تلتقي رئيس وأعضاء مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني في تونس وتسلمهم جزءا من المساعدات الأوروبية المرصودة لهم والمقدرة ب100 مليون يورو.